من أنت؟ أنا جارك. أهلا عمي، أنا جارتك. أعرف ذلك. ماذا تريد؟ أتريد أن تساعدنا؟ أنا عاملون في شركة التوصيل، غير متعلمين، لا يلبسون أحذية سلامة عامة، ولم يضعوا غطاء لتغطية الأرض حتى. لقد وسخوا الممر كاملا. الحفاظ على البيئة واجب علينا. أعرف هذا وسأنظف. أوامر أخرى؟ لم أنهي كلامي بعد. هذا المبنى قديم ونظام عزل الصوت فيه سيء للغاية. أرجو أن تخفضي جميع الأصوات الخارجة من منزلك بعد العاشرة ليلا. لا تزعجي نومي وراحتي من فضلك. وهل يزعجك صوت قدمي وأنا أمشي بشقتي؟ سأشتري لك حذاء نعله يكتم الصوت. وأنا لدي سماعات عازلة للصوت، سأهديك إياها. هدية؟ لست سهلة. هدية. سأرد على الهاتف. حسناً. مرحباً. إنها أنا. أجل أعرف. أين كنت؟ لم تردي على رسائلي أو مكالماتي. كنت مشغولة. ماذا تفعل؟ أتناول الطعام. حقا؟ مع من؟ مع زبوني. زبون؟ سأتركك لعملك.